قادر ليالي. ايوه يا مسعود، عايز اقول لك كلمتين بسرعه قبل ما ابو العمده يجي. خير في ايه؟ عايز اقول لك ازيك. ان شاء الله تسلم يا مسعود. وحشاني. وانت كمان. انا كمان ايه؟ وحشتني. يا مرعي دوم مضيك. اهدي اهدي، ايه الحلاوه دي؟ ايش انت من كرسنة الكريبي؟ خلاص انا عايز اصلحك، ما تجي جنبي. اجي جنبك فين؟ هيني. ايه؟ والله المكان واسع. طب بلاش، عايز اقول لك بس الكلام بجد. ايه؟ انا عايز اجي اطلب ايد ابوك. ايه؟ ايدك انت؟ انت اتجننت ولا ايه يا مسعود؟ عايز تطلبني من ابويا؟ احنا غجر، يعني الاصول ان انا وانت نهرب ونجيب العار لابويا. اهدي بس، دي تبقى قرصه. دي هتبقى اكبر قرصه يتجرسها ابويا في حياته، ونجيب له الضغط والسكر والشلل. قصه حبنا دي الغجر هيقعدوا يتكلموا عنها سنين، هتبقى اجمل قصه حب. دي مش هتبقى قصه حب، دي هتبقى قصه علاج. احنا قديه هنخليه طرطور مش زرزور، وناخد المزه دي معانا. يو ما تتلم يا واد يا شمال، ده عبد موته بقى ابن حلال. انا هناديلك العمدي. لا عليا النعم اللي هناديلك العمدي اللي يجي فلقك. يلا يا رجال. والله يا عمدي. كلمت المحافظ؟ كلمت المحافظ. ايوه. قال لي ازيك يا جناب العمدي؟ ايوه. الناس اللي مش عارفين يعملوا كنترول على نفسهم دول. اربطها ازاي انا دلوقتي؟ البس البتاعة التانية دي وخلاص. داري القرايل اللي طالعة من دماغ. يا كلمة المحافظ. قول يا جناب المحافظ. انت اللي وقعته؟ جدعان. جدعان. بوقعه كل يوم. كلمت المحافظ، قلت له يا جناب المحافظ احنا بلدنا فيها قنبيلي. قال لي لا ازاي يا جناب العمدي، انا جاي حالا وهيجي معاه التلفزيون بقى والجرالين وكل الحاجات، وبلدنا هتشهر. يا سلام عليك يا عمده وانت بتكلم المحافظ. ايه انت مش عارف انا جرالي ايه لما شفتك؟ انا جرالي ايه؟ نفسي اعرف انا جرالي ايه. والله ما اعرف انا جرالي ايه. انا كتبت قصيدي بمناسبه ان انا دخلت الدوار. بتقول ايه؟ ايه عمده ميت كنافه يا عمدتني. على فكره يا عمدي بيتكم اوسع من بيتني وعجبي. انت جاي بتحقد عليا يعني؟ انا شفت البيت اتجننت بصراحه. فيه يا فيه ده عمده يا عمده، طبعا لازم يبقى مالي مركزه وهو بيكلم المحافظ. امال انت فاكره يعني عمده في الشنيش هفق محدش هيقله لازمه؟ لا انا ما قلتش كده. خلاص يا يعني عرب. يعني فاكره مثلا عمده مثلا الناس ممكن تكرته على قفاه يعني؟ لا لا يا عرب. يعني فاكره مثلا عمده ممكن الناس تستهزئه؟ لا خلاص يا عرب. بهزقه يا عمد. انت بتهزقنا. ها خلاص احنا كده يا عمده لازم نعمل حاجه مهمه. ايه؟ لازم نجيب قنبله. امال الناس اللي هتيجي تتفرج دي هتيجي تتفرج على ايه؟ مفيش قنبله، لازم نجيب قنبله. انا ممكن اقول لكم تجيبوا قنبله منين، بس هتدفعوا كام؟ انت كل حاجه عندك فلوس يا ده الصاب يا حرام انت. ما هو ده كده الصاب، هيعمل ايه تاني يعني؟ بقول لك ايه يا عمدي؟ ولا الحوجه للواد النصاب ده، انا هجيب لك القنبله. عندك انابل يا زرزور؟ عندي انابل ومدافع وكل حاجه في الخيمه بتاعتي. وانت الحاجات دي حطيتها ليه عن حمايه؟ حمايه. ماشي ماشي خلاص، ولا الحوجة لي. انت تجيب لنا القنبلة عشان اما يجوا بقى الجرالين يصوروا القنبلة وهي عاملة كيدي وهي عاملة كيدي. خلاص الحق يا بابي العمدة، الحق يا بابي العمدة. الحق يا بابي العمدة. بابي العمدة. ايوه ايوه. عايز ايه؟ الحق المحافظ اتصل وقال انه مش جاي، هيبعت السور رفعت بدال. السور رفعت؟ ايوه. مش مهم السور رفعت، المهم هيجيب معاه الجرايد والجرالين. ما قاليش. ما قالكش. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ما ينفعش يا عمدي. ما ينفعش، احنا عندنا قنبله. السور رفعت ده مش عارف يتصرف، لو قعد قدام القنبله هتفرقع في وشه. يا فرقع القنبله ده، ما هي الا مواد متفجره داخل اطار معدني، لو سبناها تم هتولع فينا كلنا.
بوفي ايه؟ بوفي ايه؟ ما قلنا خلاص يبقى كله خلاص. ايه؟ بنسبك الموضوع يا عمدي. تسبك الموضوع علي؟ انا ما انا عارف معاك، وما يجوا الناس والجرالين يبقوا يسبكوها عليه. خلاص احنا نقول لهم احنا لقينا حمره مفخخه. لا ولدي احنا عايزين فكره جامده. يعني انا عندي فكره، عندي فكره والله يا اخي. بدرس كده يعني؟ ها فكره ايه؟ احنا نكلم المحافظ ونقول له بدل الجمله نقول له ان في جماعه ارهابيه جايه عايزه تقلب نظام الحكم. ايوه والله جماعه ارهابيه تقلب نظام الحكم وياخد الكرسي بتاع العموديه بتاعي. الله ينور عليك، انا اول مره نستفيد منك بحاجه. حلوه الفكره. يعني عجبتك؟ عجبتني الفكره. يبقى اتجوزني ليالي. بس يا دي انت عيب، يا اوعى تجيب موضوع الجواز ده تاني، سامع؟ بس ثم هجوزك ازاي؟ ده انت لسه حتى ما وصلتش لموسم التزاوج بتاعك. بس يا ولا مالكش دعوه بليالي بنت. ايه مالكش دعوه؟ انا عجباني الفكره دي يا اخوان. حلوه. ايوه وانا اخش اكلم المحافظ واقول له على الحكايه دي. ايه دي الواد فكرته حلوه ولسه عيل شباب وعسل. جميل. إيه؟ فكره جميله والله، بيقول افكار يعني. ايوه ما احنا لازم برضك يعني الشباب ياخدوا فرصتهم. إيه؟ لان الشباب عندهم افكار متنوره عن ميني. ايوه لازم اخد فرصتي واكبر بقى وابقى عمده زي تبقى عمده بالمنظر الزباله دي. يبقى عمده ازاي يا ولا؟ ابقى عمدي. انت فاكر انك هتخلد فيها يا عمدي؟ ايوه خلد فيها يا لي، هخلد فيها ومخلد واد جوه اسمه خالد. عايز حاجه؟ مالكش دعوه انت، الواد دي الفكره بتاعته وحش. ايوه انت قول لنا انت فكره يا عمدي. انا جت في دماغي فكره دلوقتي حالا. قول لنا. نتصل بالمحافظ ونقول له ان احنا لقينا قنبيلي. ايه؟ مش لقينا قنبيلي، لا نقول له لقينا خليه ارهابيه وجايه تفجر البلد عشان يقلبوا نظام الحكم. ايه رايكم في الفكره دي؟ فكره حلوه جدا. حلوه جدا يا عبده بالفكره دي. فكره لسه جايه في دماغي دلوقتي. ايوه فكره حلوه خالص. حد عنده اي اعتراض على الفكره دي؟ ايوه يا عمده. ايه فين الارهابي اللي هنسلمه؟ هو كل ما نفتكر في حاجه تطلع لنا فيها مشكله. ولا مشكله ولا حاجه. خلاص يا جماعه احنا لقينا الارهابي والعمده قبض عليه. انت احنا قبض عليه. مين الارهابي دي؟ انا هقول لك. تعال. احنا طول ما بنقول وش وش مش هنفهم بعض. هو الواد المعفن دي هنلبسه القضيه ونقول ايه ان هو الارهابي. ايوه صح، الله ينور عليك يا زرزور. هو ده الواد الارهابي اللي كان جاي يفجر في البلد. بس لا ده غلبان دي. ولا غلبان ولا حاجه. غلبان يا عم. ما احنا لازم نضحي بكام واحد عشان البلد تمشي. وديه مش كلامان ده كلامهم. امسكوا الواد دي. نمسك. امسكوا الواد دي واربطوه بالسجرة. حرام عليك يا ولد. انا داخل اكلم المحافظ اقول له مسكنا واحد بس ولا مسكنا اللي ما جوش معاي وانا بكلم المحافظ. لا 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 منك فيه اهلا. ده ارهابي وابن ارهاب. خش هلا. ضياع عليا المصلحة ولاد اللذينة. احسن عشان انت دجال ونصاب. اقسم بالله انا اجمد دجال في الوطن العربي كله. طب لعلمك بقى انا الوحيدة اللي ممكن اقنع البلد ان انت اجمد دجال. ازاي؟ اصلاني علي عمل. يا سلام نطلع لك العمل دي بجد؟ اه والله. طب ماشي. يا ايه الاعراض اللي بتجيلك؟ قوليلي عشان اعرف اجيب الجن الصح. بص انا اول ما تدقي الساعة 12 صوتي بيقلب. بيقلب ازاي؟ بيبقى عامل كده. ايه تعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت الجن ده. مين؟ ده امير عيب بتاع كايروكي. والله العظيم هو. هتعرف تجيبه؟ طبعا ده حبيبي اجيبهولك على طول. ماشي. هات الحله بسرعه. ماشي. يا رب ما تكشفناش بقى المره دي. الحل. حط الحله هنا اهو. كلامك ما بيتفهمش. احساسك ما بيتوصفش. انت بتقول كرامه هما يردوا بمهانة. انت بتقول العدل يجيبولك سامي العدل.
تعال يا امير انزل. اقعد منور يا امير. اقعد اقعد اقعد. ماشي. ازيك يا امير؟ اخبارك ايه؟ واخبار زاب ابن عمي ايه؟ والله العظيم وحشني. سلم عليه. ازيك يا امير؟ عامل ايه؟ وامك عامله ايه؟ واخواتك كده كويسين؟ انت هتقدمي؟ ده انا لسه منزله حالا. طيب عامل ايه يا امير؟ كل كل يا حبيبي، كل كل معانا، كلي. هاكل الهوي. امال اجيب لك سعيد الهوي؟ ما تاكلوا لي. حاضر. بقول لك ايه يا امير، ما تطلع مني، روحوا ساقية الصاوي، والله تحفة، والله أحلى بكتير. إيه؟ عشان تخرجوا لازم ترقص؟ هو اللي جاي. يعني لو رقصت يطلع مني؟ هو لو اتبسط هيمشي على طول. ماشي. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. يلا. هاتي إيه؟ شكلك.